بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم صعوبات تدريس الأدب الإنجليزي، نكمل الجزء الثاني. صعوبة تدريس الأدب الإنجليزي تكمن في وجود فجوة ثقافية هائلة بين ما ندرس وبين ما نعرف. في الغالب يتم تدريس نصوص أدبية بشكل فوري، يجهل الطالب لماذا كتبت وانعكاس أي واقع أو فترة زمنية أو حدث سياسي أو اجتماعي أو ديني، على افتراض أن الطالب يعرف ذلك مسبقا ولديه المصادر الكاملة المتوفرة التي يستطيع الرجوع إليها. وهذا خطأ كبير جدا، يقع الطالب في مشاكل في فهم المادة وفهم الرسائل وفهم السياق التي كتبت به الرواية. إذن صعوبة تدريس الأدب الإنجليزي تكمن في وجود فجوة ثقافية هائلة بين ما ندرس وبين ما نعرف. ونحن نعرف أن الأدب هو انعكاس للواقع ومرآة للواقع اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتاريخيا وثقافيا ونفسيا. فإذا أنت لا تعرف هذا الواقع بجميع مكوناته، فكيف تستطيع فهم النص؟ النص ليس فقط لغة، ولكن معاني ورسائل وإيحاءات وإسقاطات. كتب النص من أجل مجموعة من الرسائل، كتب النص من أجل مجموعة من الرسائل التي تعكس الواقع. في الغالب يتم تدريس نصوص أدبية بشكل فوري، يجهل الطالب لماذا كتبت وانعكاس أي واقع أو أي فترة زمنية أو حدث سياسي أو اجتماعي أو ديني، بدون فهم العوامل التي شكلت النص. من الصعب جدا فهم النص والرسالة التي يريد أن ينقلها لنا الكاتب. مثلا لفهم رواية فرجينا وولف إلى الفنار to the lighthouse، من الصعب فهم هذه الرواية إذا لم تقرأ عن الحرب العالمية الأولى، العصر الحديث، مزايا الرواية الحديثة، ما هو تيار الشعور stream of consciousness technique، فرجينا وولف and her works، فرجينا وولف وأعمالها. النص الروائي يأتي في النهاية. النص الروائي هو انعكاس لكل الأمور والموضوعات التي تكلمت عنها سابقا. الحرب العالمية الأولى، العصر الحديث، مزايا الرواية الحديثة، تيار الشعور، فرجينا وولف وأعمالها. وبدون ذلك وبدون فهم هذه الأمور يدخل الطالب في متاهة لا نهاية لها، تجعله يكره دراسة الأدب الإنجليزي، لأنه لم يدرس له بالطريقة المثلى والطريقة السليمة. درس له أنه نص وهو عبارة عن قصة وانتهى الأمر. تدريس الأدب يحتاج إلى قراءة مكثفة، معرفة وهواية ومتعة وصبر. لذلك القراءة باللغتين سواء العربية أو الإنجليزية، خاصة في الأدب الإنجليزي، ضرورية جدا لتعويض ما فاتك من ثقافة، ولن يعوضك أحد هذا إلا نفسك من خلال القراءة الخارجية. دائما تكون القراءة الخارجية 80%، 20% هي الدراسة الأكاديمية. الدراسة الأكاديمية هي جزء من المحيط، ركز على الكل ثم تركز على الجزء. فمن الصعب فهم رواية فرجينا وولف إلى الفنار بدون فهم الحرب العالمية الأولى، العصر الحديث، مزايا الرواية الحديثة، تيار الشعور، فرجينا وولف وأعمالها والنص الرواية. وهذا ينطبق على جميع الروايات. من الصعب فهم إيميلي برونت وذرينغ هايتس بدون فهم العصر الفيكتوري
ومزايا الرواية الفكتورية والثورة الصناعية وأعمال إيميل برونت وحياتها ثم النص. من الصعب فهم ذهب معرية بدون فهم الرواية الأمريكية. مزايا الرواية الأمريكية الحديثة، أمريكا في القرن العشرين، الحرب الأهلية الأمريكية وأثرها على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والنفسي والثقافي. أعمال مارغريت ميتشل، حياتي ثم النص. من الصعب فهم رواية كوخ العمتوم لهارت ستون بدون فهم تاريخ العنصرية في أمريكا، تاريخ العبودية في أمريكا سليفري، الصراع بين الشمال والجنوب، أسباب العبودية causes of slavery. بدون فهم الرواية في القرن التاسع عشر، الرواية الأمريكية في القرن التاسع عشر، بدون فهم أعمال هارت ستون ثم النص. من الصعب فهم الرواية الحديثة النمر الأبيض The White Tiger بدون فهم تاريخ الهند وتاريخ الرواية الهندية والعولمة وأثر العولمة على المجتمع الهندي، بدون فهم النظام الطبقي في الهند وكيف الهند كمستعمرة سابقة، مستعمرة بريطانية سابقة، ما زالت تعاني من رواسب الاستعمار البريطاني British colonialism. مهم جدا الولوج في تاريخ الشعوب وثقافتها وعوالمها لكي نفهم النص، ولذلك من أهم عوامل فهم النص معرفة الزمان والمكان، لأن الزمان والمكان هما عبارة عن مفاتيح لفهم النص الروائي. أين المكان وأين الزمان وما هي الفترة وماذا حدث في ذلك الوقت وما هي المتغيرات التي كتبت عنها الرواية. إذا صعوبة تدريس الأدب الإنجليزي تكمن في وجود فجوة ثقافية هائلة بين ما ندرس وبين ما نعرف. في الغالب يتم تدريس نصوص أدبية بشكل فوري، يجهل الطالب لماذا كتب وانعكاس أي واقع أو فترة زمنية أو حدث سياسي أو اجتماعي. بدون فهم العوامل التي شكلت النص من الصعب جدا فهم النص والرسالة التي يريد أن ينقلها لنا الكاتب. مثلا بفهم رواية فرجينيا وولف إلى الفنار، من الصعب فهمها إذا لم تقرأ عن الحرب العالمية الأولى، العصر الحديث، مزايا الرواية الحديثة، تيار الشعور، فرجينيا وولف وأعمالها والنص الروائي. ونحن نعرف أن فرجينيا وولف كتبت أيضا رواية مسز دالاوي والذي تدور حول هذه الفترة، وهي آثار الحرب العالمية الأولى على المجتمع البريطاني. وبدون ذلك يدخل الطالب في متاهة لا نهاية لها تجعله يكره دراسة الأدب الإنجليزي. تدريس الأدب الإنجليزي يحتاج إلى قراءة مكثفة، معرفة وهواية ومتعة وصبر. لذلك القراءة باللغتين خاصة في الأدب الإنجليزي ضرورية جدا لتعويض ما فاتك، ولن يعوضك أحد هذا إلا نفسك. هنا هي ترجمة رواية فرجينيا وولف تو ذا لايت هاوس وترجمة إيزابيل كمال. أنا قرأت الترجمة أيضا. إيزابيل كمال مترجمة قوية جدا، أسلوبها رائع، أسلوبها سلس. المترجم ليس فقط هو الناقل
اللغة هو ناقل المعرفة، تدهش من كمية المعرفة التي يعرفها المترجم من أجل ترجمة النص ونقل روح النص إلى القارئ. تعرف ذلك من خلال ترجمته ومن خلال تقديمه للنص. كم من البحث العلمي والذي هو فعله من أجل ترجمة كاملة لهذا ترجمة إيزابيل كمال من الترجمات الرائعة التي جذبتني، ترجمة تدل على مدى تعب واهتمام المترجم في نقل النص بأفضل صورة. رواية هاوس تعتبر من أفضل 100 رواية عالمية. كتبت فرجينا وولف مثل دلوي مدام دلوي. فرجينا وولف من الأوائل الذين استخدموا تيار الشعور Stream of Consciousness تكنيك في رواياتهم، والاستحضار الذهني والاستذكار. كتبت في عشرينات القرن الماضي. هيك بنكون تكلمنا عن صعوبات تدريس الأدب الإنجليزي وتعلم الأدب الإنجليزي. إذا أعجبتكم هذه المحاضرة تنسوا تفعيل الجرس واللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في محاضرة أخرى.